أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الفترة المفتوحة على شاشة قناة النيل للأخبار. نبدأ بالأخبار معنا، حيث شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء توقيع بروتوكول تعاون وعقد اتفاق لتنفيذ خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة بمدينة شرم الشيخ. وتمثل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة أحد محاور الدولة لتحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء لتقديم نموذج رائد في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي. وضم بروتوكول التعاون وزارات المالية والبيئة والتنمية المحلية ومحافظة جنوب سيناء، بينما ضم عقد الاتفاق محافظة جنوب سيناء وتحالف شركة جرين بلانت للحلول البيئية وشركة بيئة مصر لتدوير النفايات. أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أن الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ كوب 27 تضع هدفين رئيسيين للقمة المقبلة في مدينة شرم الشيخ. أولهما تحفيز الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ، وذلك من خلال تحويل ما تعهد به المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص خلال مؤتمر المناخ بجلاسكو العام الماضي إلى تدابير واقعية وإجراءات تنفيذية. وثاني الأهداف هو تحفيز جهود التكيف والمرونة من خلال تمويل مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية. جاء ذلك خلال مشاركة المشاط في المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي نظمها صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال بالتعاون مع مؤسسة روكفيلر الدولية غير الهادفة للربح، والتي عقدت ضمن فعاليات اجتماعات الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة المقامة بنيويورك، والتي شارك فيها العديد من ممثلي مؤسسات التمويل الدولية ومنظمات الأمم المتحدة. وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي على العلاقات القوية للحكومة المصرية مع شركاء التنمية كافة سواء متعددي الأطراف أو الثنائيين، والتي تعزز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم رؤية التنمية الوطنية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر. وأضافت المشاط أنه تحت مظلة الجهود الوطنية لدعم العمل المناخي والانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، فإن وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع الجهات الوطنية أطلقت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء، والذي يضم مجموعة من المشروعات ذات الأولوية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة تحت مظلة استراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية. وأشارت إلى أنه يتم إعداد دليل شرم الشيخ للتمويل العادل الذي يعزز التعاون بين مختلف الأطراف ذات الصلة لوضع إطار يعزز التمويل المناخي، لافتة إلى أن القاسم المشترك في كافة هذه الجهود أنها بقيادة الدولة ووفقا لأولوياتها بما يعزز جهودها لتحقيق رؤية التنمية الوطنية 2030. إذن مشاهدينا، موضوع المناخ ومواجهة التغيرات المناخية هو موضوع يشغل العالم بأسره، لأن موضوع التغيرات المناخية هو يؤثر بشكل كبير على كل القطاعات الرئيسية زي الزراعة والتجارة والصناعة وغيرها من القطاعات. معنا للحديث حول هذا الموضوع الدكتور سيد صبري، استشاري التغيرات المناخية والتنمية المستدامة. برحب بحضرتك يا فندم، ويعني ياريت تبرز لنا أبرز المشاكل اللي بتسببها التغيرات المناخية وكيفية يعني العمل على مواجهتها. صباح الخير على حضراتكم وعلى حضرات المشاهدين جميعا. الحقيقه التغيرات المناخيه دلوقتي يعني هذه القضيه اصبحت يعني حديث العالم كله، لما لها من اثار سلبيه خطيره على التنميه على المستوى العالمي، واذا لم يتم التصدي لها بفعاليه وبتكاتف جميع الدول فكون دكتور السيد يعني البشر. نعم، يعني ارجو بس ان الصوت يكون واضح لان هو بيقطع مع حضرتك ساعات، فلو بس تتاكد ان المكان يكون مناسب. اتفضل. لا تمام. فمن هذه الاثار طبعا هي الارتفاع متوسط درجه حراره الارض، وكمان زياده معدل بيسموها الموجات المناخيه الضاريه زي العصير والعواصف الرمليه والعواصف الترابيه والموجات الحارة والموجات الباردة، الفيضانات، أو طبعا زيادة هطول الأمطار التي تؤدي إلى فيضانات، وأيضا
النقص الشديد في أماكن أخرى في الأمطار واللي تؤدي إلى الجفاف والتصحر، كل هذه الآثار طبعا تؤثر على الأنشطة البشرية والتنمية البشرية بجميع أنواعها. نعم. والمخاطر دي كمان لو في مخاطر صحية بالإضافة إلى ارتفاع مستوى سطح البحر، وده بيؤدي إلى غرق مناطق كثيرة لدول شاطئية وبالذات الدلتا، وادي دلتا النيل ودلتا نهر الميكوج مثلا في فيتنام، وبالإضافة إلى غرق الدول الجزرية الصغيرة. يعني في جزر لو أي ارتفاع في مستوى سطح البحر عليها هذه الجزر ستغرق. صحيح. يعني طبعا هناك يعني آثار كثيرة للتغيرات المناخية، وبالتالي ليست في اتجاه واحد ولكن في اتجاهات متعددة، لأن ده يؤدي إلى بسبب وجود خلل في النظام المناخي للكرة الأرضية. طب دكتور، يعني خليني أسأل حضرتك هنا في سؤال، يعني هل من الممكن أو كيف يمكن أن نجعل المواطن ومنظمات المجتمع المدني تشارك حكومات الدول في مواجهة هذه التغيرات المناخية، خاصة وأن التأثير بيكون أيضا على المواطنين بصفة عامة، وأي تأثير للتغير المناخي هو تأثير مدمر للبيئة ومدمر لحياة كل المواطنين؟ هناك دور كبير للمجتمع المدني، لأن أول حاجة لو هناك وعي، لو الوعي يعني لدى أفراد المجتمع يعني وصلهم الوعي بخطورة التغيرات المناخية وأهمية التصدي لها وكيفية التصدي لها طبعا من خلال حملات رفع الوعي لدى المواطنين، ففي الحالة دي لازم يكون لهم دور كبير جدا. ويعني على سبيل المثال في دور للمواطن العادي، وفي دور للمواطن في عمله، وفي دور لربة المنزل في 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 البيت، في دور للمتخذ القرار ايضا، كل على حسب يعني قدرته على الفعل وقدرته ومدى مقدرته والوعي لديه بكثير التصدي. يعني نمره واحد بالنسبه للمواطنين، ترشيد استخدام الطاقة، كل واحد منا يمكن أن يرشد استخدام الطاقة سواء في بيته أو في مكان العمل أو في أي مكان. ترشيد استخدام الموارد، يعني لما ست البيت لما تيجي تجيب مستلزمات البيت لازم تجيب على الأد، عشان ما يبقاش بعد عمل الطعام يبقى فيه مخلفات، والمخلفات دي من ضمن مسببات التغيرات المناخية. وبالتالي ترشيد استخدام الموارد زي استخدام المية، لما أنا أستخدم الموارد عند المية بكفاءة وبرشد، ده بيؤدي إلى أن الموارد اللي عندي كلها بقدر أخليها يعني فيها استدامة أكتر، ولا ما تكونش يبقى منها فائض يسبب أو يكون من أسباب أحداث يعني غازات احتباس حراري او يؤدي الى تغيرات مناخيه. وبالتالي رفع الوعي مهم جدا هنا. هنا كمان الحكومه الدوله يعني عملت مبادره جيده جدا وممتازه، وهي المبادره الوطنيه للمشروعات الخضراء والذكيه. صحيح. ده تحفيز الجمعيات الاهليه ومنظمات المجتمع المدني وايضا الجامعات ومراكز البحوث انها تقدم مبادرات كده بيخليها تتفاعل مع الموضوع وتقدم مبادرات. هذه المبادرات قادره على المشاركه بفاعليه في جهود خفض الانبعاثات وجهود التكيف مع التغير المناخي. وهذه المبادره هي المبادره الوطنيه للمشروعات الخضراء الذكيه، في نفس الوقت هي بتكون لبنه يعني قويه في بناء مجتمع ذو مرونة مناخية، يعني قادر على التعافي، قادر على التكيف مع تغير المناخ، وأيضا يشارك بكفاءة في جهود خفض الانبعاثات. ولكن ده مش الهدف النهائي، الهدف الحقيقي الأصلي اللي هو المشاركة في التنمية في الدولة، لأن دي كلها بتؤدي إلى يعني تقدم وحدوث يعني تقدم أكتر في النمو الاقتصادي. بس هو هنا بيكون نمو اقتصادي مستدام، وفي نفس الوقت مع النمو المتزايد ده بيكون في انخفاض في الانبعاثات، لان انا بستخدم
تكنولوجيات وأفكار جديدة وممارسات جديدة بتؤدي إلى زي ما قلنا ترشيد الإنتاج وترشيد الاستهلاك وترشيد استخدام الموارد. كل ده بيساعد على النمو للمجتمع، ولكن نمو به التزام، نمو اقتصادي منخفض انبعاثات مع قدرة ومرونة على التعافي لو في حدث أثار للتغيرات المناخية. دكتور سيد، يعني يمكن مصر بتلجأ حاليا للاقتصاد الأخضر والمشاريع الخضراء، ويمكن في مجال الطاقة بالتحديد تم اللجوء إلى الطاقة المتجددة، إنشاء محطات الطاقة المتجددة، وطبعا ده ليه دور كبير جدا في التنمية المستدامة واللي حضرتك خبير فيها، فهل ممكن تكلمنا أيضا على أثر ذلك في المناخ والتغيرات المناخية؟ وطبعا تعبير الاقتصاد الأخضر، هو الاقتصاد الأخضر هو الاقتصاد الذي يستخدم الاتفاقات المتجددة والتكنولوجيات منخفضة الانبعاثات وسياسات وإجراءات التكيف مع تغير المناخ. كل ده بيؤدي إلى اقتصاد في نمو اقتصادي، ولكن في نفس الوقت مع انخفاض في معدلات انبعاثات الكربونية. هو ده المفهوم الاقتصاد، وهو السبيل، هو الطريق إلى تحقيق التنمية المستدامة. أحد الطرق الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة هو تبني التحقيق أو يعني المشي في سياسات الاقتصاد الأخضر. طبعا يأتي على رأس هذه التكنولوجيات الطاقات المتجددة بأنواعها، لأن الطاقات المتجددة تصل إلى 7 أنواع أو أكثر، على رأسها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحيوية زي الإنتاج البيوجاز وغيره من يعني العمليات الحيوية، وكمان الطاقة الجيوثيرمال أو طاقة المياه الجوفية الساخنة اللي بتنبع من باطن الأرض، وطاقة الأمواج. هناك كثير من الطاقات المتجددة، وهي جزء رئيسي في استراتيجيات خفض الانبعاثات من طبعا غازات الاحتباس الحراري ومواجهه تغير المناخ، فيما يسمى التخفيف من الانبعاثات، لكن هي في نفس الوقت بتساهم في تنويع مصادر الطاقه، ويبقى بردك لها فوائد سنويه في التكيف مع الاحتمال او النقص المحتمل في الطاقه. نعم، اشكرك شكرا جزيلا دكتور سيد صبري، استشاري التغيرات المناخيه والتنميه المستدامه، على هذه المداخله. وينضم إلينا السفير مصطفى الشربيني، سفير ميثاق المناخ الأوروبي بالقاهرة. برحب بك سيادة السفير. ويعني مصر أخذت على عاتقها مواجهة هذه المشكلة العالمية والتي يمكن تؤرق العالم بأكمله، فكيف ترى الخطوات المصرية في هذا الطريق؟ أهلا بك، أهلا بكل مشاهدي النيل والأخبار للأخبار، وكل المشاهدين المصريين والعرب في المنطقة والمهاجرين منها. أولا بخصوص موضوع التغيرات المناخية والدور المصري الريادي في مواجهة التغيرات المناخية، فأخذ الرئيس منذ أن تولى الرئاسة في 2013 على عاتقه قضية التغيرات المناخية قضية محورية وقضية وجودية، وده بان في خطابه الأخير الموجه للجمعية العامة للأمم المتحدة، ولما اتكلم ان هذه قضية وجودية. اما بالنسبة لمصر والوطن العربي، فالتغيرات المناخية اصبحت تكلف الاقتصاد المصري مليارات الجنيهات والدولارات سنويا بسبب الخسائر التي تحدث لنا في مصر، فنحن الدولة تقريبا رقم 19 في التأثر بالتغيرات المناخية. نحن دولة جافة تقع في منطقة قاحلة، منطقة تتأثر بأي هزات في التغيرات بسبب حرارة الجو، فتؤثر على المزروعات أو على ارتفاع منسوب مياه البحر التي غمرت الملوحة 80 كيلو بعمق 80 كيلو في مناطق الدلتا لارتفاع منسوب مياه البحر، فأثرت هذه الأملاح على تدهور الأراضي، وبالتالي تؤثر على الأمن الغذائي والناتج القومي والهجرة، والتأثير على الفئات الضعيفة كالنساء والأطفال لهجرة المزارعين لهذه الأراضي بسبب تدهورها.
فنحن أمام مشكلة كبيرة في موضوع التغيرات المناخية، ولذا تأخذ مصر على عاتقها هذا الملف وتتحدث باسم أفريقيا. ولا ننسى الخطاب يوم 21 سبتمبر في العام الماضي حينما طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من قادة المجتمع الدولي أن تنظم مصر الكوب 27، فقال الرئيس عبد الفتاح السيسي كوب 27، فقال الرئيس عبد الفتاح السيسي اننا عندما سنقوم بتنظيم هذا الحدث في مصر سوف نقوم بالنيابه عن المجموعه الافريقيه لنجد حلول جذريه للتاثر المناخ او التغيرات المناخيه على افريقيا، وناخذ خطوات جاده وكبيره في موضوع التكيف مع التغيرات المناخيه بشرط ان تراعى الدول العظمى المسؤولة عن إطلاق غازات الاحتباس الحراري مسؤوليتها في نقل التكنولوجيا وفي بناء القدرات وفي التمويل لتجميع 100 مليار مبدئيا ثم التمويل الإضافي. فمصر الآن تقود الركب الأفريقي نيابة عن أفريقيا، وتقوم بعدة مبادرات ستقدم خلال الكوب 27 الكوب 27، وهو معناه كونفرنس اوف بارتيز 27 في الدورة 27 مؤتمر الأطراف للدورة 27 في شرم الشيخ، والذي سيقام بهدف ان احنا بصدد نقل التكنولوجيا وبصدد تمويل اضافي كما اقر مؤتمر التنمية لوزراء المالية الافارقة. يا سيادة السفير، يعني كوب 27 في نوفمبر المقبل، وان شاء الله سيكون هناك اجتماعات وحديث كبير حول مواجهة قضية التغير المناخي، كيف او ما الذي تتوقعه ان يصدر من خلال هذا المؤتمر، وكيف سيكون تأثيره في قضية مواجهة التغير المناخي؟ أعتقد أن مصر مقدمة عدة مبادرات، منها المبادرة الرئاسية للسلام والمناخ ده بخصوص هذا الموضوع، ومبادرة أخرى بخصوص التمويل الإضافي مقدمة بالنيابة عن المجموعة الأفريقية، لأن المجموعة الأفريقية أقرت أننا نحتاج 4 تريليون و13 من 100 للتغلب على مواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها. فمحتمل أن يكون هناك تمويل إضافي بعد سنة 2025، لن تكتفي المجموعة الأفريقية بهذا القدر الضئيل 100 مليار اللي جمعوا منه 80 مليار حتى الآن، ولكن لابد من استكمال البرامج. هناك تهديد كبير يقع على القارة الأفريقية، ولا ننسى عندما ضربت المجاعة أفريقيا منذ 20 عام وضربها الجفاف والتصحر بسبب حرق غابات الأمازون، وكنا بنشاهد على شاشات التلفزيون المصري الكثير من المشاهد المرعبة بسبب المجاعة، واليوم المجاعة تضرب مدغشقر أيضا وتسبب خسائر كبيرة للقرن الأفريقي وتسبب خسائر كبيرة للدولة المصرية وجنوب أفريقيا أيضا. فكل هذه المسائل سوف تطرح على مائدة المفاوضات في البلو زون للوصول إلى حلول، لأن أفريقيا هذه فرصتها أن يتبنى العالم قضية التغلب على موضوع التغيرات المناخية اللي بيأثر على التنمية. فموضوع أن أنا دلوقتي في أخطار بتجيلي وبوجه ميزانيتي نحو معالجة الكوارث المناخية، ميزانية التعليم، ميزانية الصحة باخد منها وحط عشان أواجه الكوارث في الدول الأفريقية، فده عبء لابد أن تتحمله الدول الصناعية الكبرى المتسببة وفقا للمبدأ السادس، مبدأ الضرر والتعويض في اتفاقية باريس. فإن شاء الله سوف نرى
الخروج من حيز التعهدات في هذا المؤتمر، وده مش بيعد مؤتمر كباقي المؤتمرات. فنحن نتذكر دائما مؤتمر بريتون وودز في ولاية نيوها مشير 1947 اللي نتج عنه العولمة، وأسس على آثاره صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية. النهاردة مؤتمر شرم الشيخ بيؤسس لنظام عالمي جديد، نظام عالمي يعتمد على الاقتصاد منخفض الكربون وتغيير مصادر الطاقة، والأمم المتحدة أقرت خارطة طريق للطاقة الجديدة والمتجددة، أن تكون الطاقة بأسعار معقولة ومتاحة للجميع. وده يعني اللي هيبقى الفيصل في موضوع التحول العالمي لاقتصاد منخفض الكربون بحلول 2050 وفقا لاتفاقية باريس. ومصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050. فالنهاردة البيئة أصبحت ممهدة، مصر هتبدأ بتحويل 18 محطة كهرباء إلى طاقة شمسية وجديدة ومتجددة، بخلاف المزيج الموجود حاليا 20%، وإن احنا هنوصل ل 42% طاقة جديدة ومتجددة 2035. ففي خطة واستراتيجية ماشيين عليها الحكومة المصرية وفقا لتوجهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يتوافق مع اتفاقية باريس واتفاقية الأطراف وبروتوكول كيوتو. أيضا الحكومة، يمكن سيادة السفير، حولت أيضا أو تقوم حاليا بتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، وبالتالي قد يكون لذلك أيضا أثر على مدى جدية مصر لكل الوفود التي ستأتي لتشاهد مدينة شرم الشيخ، وقد تحولت إلى مدينة خضراء يعني تكون واجهة لمصر وتحولها للاقتصاد الأخضر ومواجهة التغير المناخي. مصر لديها خطط كثيرة للمدن الخضراء المستدامة، ونحن نأمل أن نجتاز هذه المرحلة ونبدأ في تأسيس مدن خالية من الكربون، زيرو كربون. وكنا عاملين مؤتمر لمبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي مع مركز بحوث الإسكان، المركز القومي لبحوث الإسكان، وتم مناقشة هذه القضية وإصدار توصيات. إذا مصر تسعى إلى أن تكون دولة رائدة في موضوع المدن الخضراء المستدامة، وبداية هذه المساعي مدينة شرم الشيخ التي تتحول تحول كاملا نحو الاستدامة، مصادر طاقة جديدة ومتجددة، ونقل موفر للطاقة بالكهرباء التي تولد من الطاقة الجديدة والمتجددة. يبقى إذا دي خطوة أولى على الطريق، وتتبعها انطلاقات كثيرة في مدن أخرى تستوعب أن تكون مدن خضراء، بخلاف التخطيط الذي يتم الآن لجميع المدن السكنية الجديدة. نعم. الاعتماد على الطاقة الشمسية وعلى الحلول الخضراء الملائمة لمواجهة التغيرات المناخية. صحيح، أشكرك شكرا جزيلا سيادة السفير مصطفى الشربيني، سفير ميثاق المناخ الأوروبي بالقاهرة. ونتحول إلى موضوع آخر، ففي المحطة الثالثة من جولته الخليجية توصل المستشار الألماني أولاف شولتس لاتفاقية مع الإمارات لتزويد ألمانيا بالنفط والغاز في إطار مساعي برلين لتخفيف اعتمادها على الغاز الروسي. جولة خليجية محورها موضوع الطاقة للمستشار الألماني أولاف شولتس شملت السعودية والإمارات وقطر، سعى خلالها لعقد شراكات مع الدول الخليجية في مواجهة أزمة غاز تعصف بأوروبا بسبب الحرب في أوكرانيا. ألمانيا الساعية لتنويع مصادرها من الطاقة توصلت لاتفاقية مهمة مع الإمارات لتزويدها بالغاز المسال والديزل في عام 2022 و2023، وذلك في المحطة الثانية في جولة المستشار أولاف شولتس إلى المنطقة. ووفق بنود الاتفاقية، ستبدأ شحنات الغاز الطبيعي المسال في التدفق على ألمانيا من الإمارات بحلول نهاية ديسمبر المقبل لاستخدامها في التشغيل التجريبي لمحطة استيراد الغاز الطبيعي العائمة في مدينة برونس بوتل الألمانية. وعلى الرغم من أن الكمية التي سيتم تسليمها صغيرة نسبيا، إلا أن الصفقة تكتسب أهمية سياسية في دعم إمدادات الغاز إلى ألمانيا من خارج روسيا. ويسعى المستشار الألماني أولاف شولتس إلى تعزيز العلاقات مع دول الخليج وإيجاد مصادر بديلة للطاقة، مؤكدا تصميم بلاده على تنويع مواردها من الطاقة
حتى لا تكون رهينة مورد واحد في إشارة إلى اعتمادها على الغاز الروسي. وقبيل وصوله إلى أبوظبي زار المستشار الألماني الدوحة، إلا أنه لم يتم الإعلان عن أي اتفاقيات خاصة بتزويد ألمانيا بالغاز المسال بسبب خلافات على مدة هذه الاتفاقات. وكشفت الحرب في أوكرانيا عن مخاطر الاعتماد الألماني الكبير على الغاز الروسي، لتشرع برلين في البحث عن بدائل تغنيها مخاطر جمة مع شتاء يقترب وأسعار ترتفع. إذن زيارة هي الأولى لرئيس الوزراء الألماني أو المستشار الألماني أولاف شولتز إلى الخليج، وزيارة ثلاث دول هي المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات. ينضم إلينا للحديث حول هذه الزيارة سيادة السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق. برحب بحضرتك سيادة السفير، ويمكن عايزين نعرف من حضرتك أهمية يعني هذا التوقيت ودلالته، وأيضا الغرض من الزيارة أن تكون إلى دول الخليج من جانب المستشار الألماني. أهلا بك والسادة المشاهدين. هو بالنسبة لألمانيا العمود الفقري للدولة هو الاقتصاد والتجارة الخارجية، فبالتالي الحرب الروسية الأوكرانية أثرت تأثير سلبي للغاية على الانتاج وعلى الأوضاع في الاقتصادية في ألمانيا، لأن ألمانيا كانت مطمئنة وكانت بتعتمد على الغاز الروسي، وفي خط اللي هو كان نورد ستريم 2 أو الخط الشمال 2، وده بدأ من أواخر عهد المستشار شرودر وكان هيفتتح قبيل الحرب مباشرة، ولكن تم تأجيله. فبالتالي هنا أدركت ألمانيا أن هي أصبحت تحت رحمة روسيا، وبالتفكير الألماني اللي هو يعني دايما يحسب كل الحسابات ليس لليوم وليس للحاضر إنما في المستقبل، أن يكون لديه دائما البديل، وبديل مضمون وليس مجرد بديل محتمل وبديل لمواجهة الأزمة. فمن هنا جاءت هذه الزيارة للبدء فتح مجال للتعاون في مجال الطاقة اللي هو البترول والغاز، أولا في المرحلة الحالية لتعويض جزء مما أوقفته روسيا، ثانيا في المستقبل بحيث أن يبقى هناك في توازن إذا كان هيستمر ضخ البترول الروسي سواء انتهت الحرب قريبا أو طالت، وفي نفس الوقت يبقى في توازن بديل آخر للبترول الروسي طبعا أو البترول والغاز الروسي. هو السبب ان البترول والغاز الروسي بيبقى ارخص لانه بيضخ بانابيب مباشره صحيح. الى المانيا ومنطقه وسط اوروبا، ولكن بالنسبه للوضع الاقتصادي العام يكون افضل ان يكون في بديل حتى لو اغلى قليلا او اكثر ارتفاعا قليلا. طب سيادة السفير، يعني هل تعتقد ان المستشار الالماني استطاع ان يحقق الهدف من الزياره في ظل الازمه الاقتصاديه الموجوده حاليا، وايضا في ظل أننا لم نسمع سوى عن توقيع اتفاقيات يمكن مع الإمارات، وأيضا الكمية ربما تكون غير كافية أو ليست بديلة للغاز الروسي، أيضا لم نسمع عن توقيع اتفاقيات بين المستشار الألماني والجانب القطري؟ يعني هي افتتاحية، يعني هي الزيارة مجرد افتتاحية، لأن هو المعروف عن أسلوب العمل الألماني هو مجرد بيبتدي بداية ثم يتابعها ولن تكون النهاية. ربما تم قطر يعني سبق قبل كده أنها اعتذرت لأن ما تسيله من الغاز متعاقد عليه لفترة قد تمتد سنتين أو ثلاثة لبعض الأحيان، زيادة إنتاجها ربما يحتاج إلى استثمارات وتوسعات جديدة، فبالتالي هنا يعني ما هيش حاضرة لتوقيع اتفاق، ولكن هذا لا يعني ان هو سيتراجع عن هذا الغرض، وربما في المرحلة القادمة ايضا يتجه الى منطقة شرق المتوسط. نعم. يعني منطقة شرق المتوسط منطقة واعدة، واحنا عندنا في مصر سواء في مصر او في قبرص واليونان واسرائيل، واذا انتهت الازمة السورية فسيكون سوريا لديها غاز ايضا بكميات ضخمة، ايضا ليبيا والشاطئ الطويل امامها، فهنا في يعني دي مجرد بدايه
للتوجه الالماني ان عدم وضع كما يقول المثل البيض في سله واحده وهي السله الروسيه، لان المانيا كانت دائما في اوروبا من المدافعين عن العلاقات الحسنه وحسن الجوار مع روسيا. ولكن هذا التصعيد سواء من جانب الولايات المتحده الامريكيه او من جانب روسيا اضر بالمانيا، واصبحت ليس فقط اوكرانيا هي الضحيه وانما ايضا الدول الاوروبيه بقت ضحيه لهذا الموقف. نعم. فمن هنا المانيا بدات تبحث عن مخارج او مش مخرج واحد. فهذه الزياره يعني ربما تكون افتتاحيه لزيارات اخرى مع دول منتجه في مثلا وسط اسيا، بيجي خط عن طريق تركيا بيوصل من اوزبكستان واذربيجان وهذه الدول، فممكن ايضا تبقى في تفكير في هذا السياق. طب لو تكلمنا سيادة السفير عن العلاقات الخليجية الألمانية وكيف يعني يمكن أن تتطور من خلال هذه الزيارة، وأيضا إذا تم هناك تبادل أو يعني منفعة عامة بين البلدين مثل الغاز مثلا، أن تأخذ ألمانيا الغاز من الخليج وغيره من دول الخليج الأخرى، من الإمارات وغيره من دول الخليج الأخرى. يعني بالتأكيد إذا تم فتح هذا المجال بين ألمانيا والسعودية والإمارات وربما مستقبلا بين دول أخرى في الخليج، فده هيكون في خط أو يعني طريق ذو اتجاهين. نعم. لأن ما يبقاش فقط أن ألمانيا هتستورد وهي لديها هذا التقدم التكنولوجي العالي في العديد من الصناعات والمجالات، فستستطيع أن هي تدخل منافسا لبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية في المشروعات وفي الإقامة التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي، بالذات الدول التي سيتم عمل اتفاقات أو مذكرات تفاهم معها بشأن البترول والغاز. ألمانيا بتضع في اعتبارها أيضا والطاقة البديلة، هذه الدول أيضا لديها مجال الطاقة الشمسية مجال واسع جدا جدا، ربما أيضا مستقبلا تدخل في هذا المجال. يعني هم بيحاولوا معنا في مصر يدخلوا في مجال الطاقة الشمسية، ويروا أن منطقة الصحراء الغربية عندنا دي ممكن تغذي أوروبا بالطاقة الشمسية. نعم. فهنا ألمانيا تفكيرها يعني في المرحلة الحالية هو حل على المدى القصير والمتوسط، أما على المدى الطويل فترى أن الطاقة النظيفة أو الطاقة الخضراء اللي متمثلة في طاقة الشمس والهواء دي هي طاقة المستقبل إلى جانب طاقة الكهربائية. نعم، أشكرك شكرا جزيلا سيادة السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق على هذه المداخلة. وإلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الفترة المفتوحة، ولكن فقراتنا مستمرة معكم بعد الفاصل، ابقوا معنا.